هنا يستغرب من فعل آل الإسلام بالأموات من المسلمين، لأنهم يبادرون بالدفن، لا يؤخر الميت، ما شاء الله، هذا السنة. طيب وهم يؤخرون حتى يؤخرون شهر شهر شهر. الله المستعان، الله المستعان، هذا تعذيب للميت أصلا، حتى تعذيب لأهل الميت، الله المستعان، ويتغير أصلا، حرام عليهم هذا. وأصلهم الله المستعان كانوا يفعلون هذا بسرعة، يعني نفس اليوم. هذا كان في القديم، في القديم بنفس اليوم، لكن الآن لا، تغير، الآن تغير الأمور، الله المستعان. ويظن أنه هذا من باب المحبة للميت. هم أصلا أنا سمعت في الحياة الآن قد لا يتكلموا مع هذا الميت عندما كان في الحياة، لكن بعد الموت يقول حبيبي وأنا أحبك وأنت أخي، ما شاء الله. نعم، سبحان الله. أيوة، الله المستعان.